عندما نبحث عن لحظة صافية. يا رب صلي على سيدنا محمد صلاة تغفر بها جميع الذنوب والآثام. نختلي فيها بخالقنا، نناجيه وندعوه. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، النبي قال فأكثر الدعاء. ونترجى رضاه، فلا نجد سوى الدعاء فيجيبنا عز وجل بخير الكلام. ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. خير الكلام مع فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز. رمضان يقربنا على الحياة.